لا بشرتي لو فيها تقطع تيكت وتفل ما بدي اشوف. قولوا لي هاي حلوين صبايا. بالفيديو اليوم رح نلعب لعبه بالميك اب او تحدي كثير بيسلي. اللعبه هي انه ورق الاونو هو اللي رح يحدد الميك اب تبعي. اوكي بعرف انه عم تسالوا شو خص لعبه الاونو بالميك اب، بليز خبروني بالكومنت اذا انتم لاعبين لعبه الاونو من قبل انتم والعائله والاصدقاء، لانه انا كثير بحبها. المهم اذا طلع لي رقم فهذا بيعني انه الخطوه اللي بدي اعملها، مثلا خلينا نقول فاونديشن وطلع لي رقم 7 فرح حط 7 طبقات من الفاونديشن. اذا طلع لي زائد 2 او زائد 4 فبسحب الكارت اللي بعده وبزيد عليه طبقتين او 4 طبقات، يعني مثلا 7 زائد 2 او 7 زائد 4. اذا طلع لي ريفرس كارد يعني الخطوه اللي قبل بدي ارجع عيدها، واخيرا اذا طلع لي السكيب او اشاره الممنوع فالخطوه من الاساس مش رح اعملها. اللعبه كثير بتسلي كثير حلوه وصراحه اول مره شفت حدا عم يعملها هي نيكي توتوريالز. سو خلينا نبلش، بس قبل اكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. انا صراحه كثير كثير متحمسه، هيدا مش كل ورق الاونو سو انا حاطه من كل الاوراق بهيدا الشيء. انا كثير متحمسه اني بلش. اول شيء خليني ارفع شعري. اوكي رح اخلط الورق ورح نبلش بأول خطوة اللي هي البرايمر. سو رح اسحب أول كارد تنعرف كم طبقة من البرايمر رح احط على الوجه. 7 طبقات من البرايمر. او ماي جاد. لا هي مش تبليشة موفقة أبدا. سو رح احط الكارد على جنب، رح أقرب الكاميرا، رح استعمل ماجيك كريم من شارلوت تلبري، رح بلش بأول طبقة. حاسة 7 طبقات من البرايمر رح ينزع الميك اب من الاول. تاني طبقة، ثالث، سادس طبقة. يا الوجه مرطب على سنين مش ايام. واو بس ما بعرف كيف الفاونديشن رح يعلق فوقه صراحة. اخر طبقة. لا اكيد عم تمزحوا معي. 7 طبقات ما بتصدقوا الوجه، في طبقة من البرايمر عليه ما طبيعية، بس صراحة انا حابة الجلو، اتس جلوي. ننتقل لخطوة الفاونديشن، سو خلينا نشوف. لا هلا هيدا الكارد بيعني انه رح احط 4 طبقات زائد لا 0. سو رح احط بس 4 طبقات. اوكي تصوروا لو كان في رقم 9 مثلا. لا انا ام سو لاكي ام سو لاكي، كثير انبسطت هلا. صار وقت انه نحط 4 طبقات فاونديشن. اوريدي الاربع طبقات كتار. اوكي سو خلينا نبلش. اول فاونديشن رح بلش فيه رح يكون من شيسيدو، وبي بيوتي بلندر رح وزع على كل الوجه، واوريدي هيدا شايفين فول كفرج، يعني بعتقد انه وجهي رح يصير مسطح من بعد 4 فاونديشن. هيدي اول طبقة، شايفين الفاونديشن شو حلو بعقد، شوي اصفر على لون جسمي حاليا، بس هلا على رابع طبقة رح يصير ابيض. عم فكر استعمل 4 فاونديشن بما انه هن 4 طبقات، سو تاني طبقة رح استعمل هيدا الفاونديشن اسمه ترو ماتش من لوريال، كثير بحبه. اجا من الفاونديشن على الفستان، ممنوع انا البس شيء حلو على التصوير، على طول بينتزعوا، دايما، ورح بلش وزع الفاونديشن. عم بقطع بالفاونديشن فوق العين، هيدي صراحة شوي عم غش، بركي طلع لي السكيب على الكونسيلر، ما حدا بيعرف. تالت فاونديشن رح يكون من شي جلام، نقيت الشيد شوي غامق على أمل إنه نظبط شو عم بيصير بالوجه. يا ما بتصدقوا قديه في طبقة على الوجه. آخر طبقة رح تكون سوبر ستاي من ميبلين. واو بشرتي لو فيها تقطع تيكت وتفل. خلصنا من الفاونديشن صراحة 4 طبقات وأنا حسيتهم 100 طبقة على الوجه. خلينا ننتقل للكونسيلر، خلينا نشوف كم طبقة.
يا عم تمزحوا 9 طبقات من الكونسيلر؟ يا انا ماني موفقة ابدا اليوم. 9؟ ما بصدق شو حب يصير اصلا. كيف بدهم يلقطوا 9 طبقات من الكونسيلر فوق 4 طبقات من الفاونديشن؟ انا شو جبرني اصلا اني اعمل هيك فيديو؟ ما حدا، انا لحالي. anyway can't stop won't stop من NYX Professional Makeup هو افضل كونسيلر للتشالنج اليوم. سو خلينا نبلش باول طبقة. بلشنا ما فرق حتى، يعني من بعد 4 طبقات من الفاونديشن شو بده يعمل الكونسيلر تيعمل؟ 2، ما عم ببخل، عم بحط مثل ما بحط عادة، انتبهوا. 4، خمسة، 1 hour later. وهيدي آخر طبقة. Oh my god، تحت عيوني عم يحرقني، ما بتصدقوا. بتعرفوا بس يفوت الكونسيلر بقلب العين وتبلش تغبش عينكم، انا مش قايشه على شيء على فكره. اوكي، خلينا نكفي وننتقل للبرونزر. كم طبقه من البرونزر رح نحط؟ كونسيلر اوكي، لايك خبى اوكي. برونزر، ما رح نحط برونزر؟ لا صبايا شبح، كيف يعني ما رح نحط برونزر؟ ما بصدق. لا لا، انتو مش شايفين اللي انا شايفته عن حقيقة. لا، في اضاءة شوي مزبطة الوضع. اوكي 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 اوكي، خديها سارة خديها. الخطوة اللي بعدها بلاش، بدنا نحط بلاش. سو خلينا نشوف كم طبقة من البلاش. بس الخطوة اللي قبلها كانت 0، سو هذا الشي بيعني انه مش رح منحط بلاش. لا لا، هيدي اللعبة. او ماي جاد، لا 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 مصدق. لا، ما رح نحط بلاش، ما رح نحط برونزر، شو حنحط؟ لك هيك حيبقى الوجه؟ لا اوكي، لازم روق، تشل تشل تشل. هلا بدنا ننتقل ل باودر، بدنا نثبت الوجه بباودر. سو كم طبقة من الباودر رح نحط؟ 6 طبقات من الباودر رح منحط على هيدا الشي. صراحة بدهم 6 طبقات كرمال يثبتوا. honestly رح استعمل ماتيفاين كومباكت باودر من اسنس، ورح بلش اول شي اني ثبت 9 طبقات كونسيلر تحت العين. مش انه مشققين عادي، لا مشققين. اول طبقة من الباودر ببرش كبيرة، برجع باخد باودر وببلش ثبت الوجه. وهيدا بعدنا بأول طبقة. كم طبقة قلتولي؟ 6. اوكي، تاني طبقة. ضروري اقرب المراية اللي عندي. يا هالوجه، بس خلص تثبيت ضروري اقرب لكم وفرجيكم شو صاير بالبشرة. 3، 4، وجعتني ايدي. 5، واخر طبقة 6. اوكي واو، حاسة حالي اذا سعلت بيطلع من تمي باودر قد ما في باودر على الوجه. بس خليني افرجيكم عن قريب، رح وطي الاضاءة وقرب الوجه. مختفي الوجه، ما في معالم اصلا. رح اعلم حويج باوف كاميرا وارجع كرمال نكفي باللعبه. مني كثير حابه الحواجب، بحسها اني عرضتهم زياده، علمتهم زياده، لانه ما كانوا عم بيعلموا قد ما في طبقات تحتهم، لك شيء فوق الخيال. المهم رح ننتقل هلا للاي شادو. بما انه الاي شادو كم طبقه منحط ما بغير بالنتيجه، سو قررت انه الرقم اللي رح يطلع رح يحدد كم لون اي شادو رح نستعمل. سو خلينا نشوف كم لون اي شادو رح نستعمل لميك اب العيون. 7، شو قصتي انا والسبعة؟ بتعرف انه في 2 7 بس بالورق واثنيناتهم طلعوا لي؟ بدنا نستعمل 7 لون اي شادو، يعني بيزكلي رح نعمل رينبو. شو حنعمل؟ 7 لون اي شادو. بتعرفوا شو؟ بما انه انا لابسه فستان فيه كثير الوان، سو رح
توحة من الألوان الموجودة بالفستان. رح بلش بهيدي الباليت من هدى بيوتي ورح اخذ اول لون انتقالي باللون الاورنج. سو باخر العين على الكريز رح بلش بهيدا اللون. حلو اللون. الفرشاية صارت كلها كونسيلر. تاني لون انتقالي رح يكون لون بيتش او مشمشة ورح حطه على اول العين على الكريز. اوكي جود. سو الفستان فيه لون بينك. عم فكر نروح على اللون البينك. رح استعمل هيدا الباليت اسمها The Sweet Pinks ورح اخد هيدا اللون البينك. سو هيدا بيكون تالت لون لهلا. رح حط هاللون باول العين. واو اللون كتير قوي. شوفوا واو ظابط. صراحة سبع الوان ما رح يزبطوا مع بعض تنكون واضحين. خامس لون 1 2 3 لا رابع لون رح يكون لون بيربل ورح حطه بنص العين دغري من بعد البينك. واو بعد فيه 3 الوان. اوكي باخر العين رح اخد لون بني غامق ورح بلش حطه. بتعرفوا شو؟ مش اخر الدنيا، مش اخر الدنيا ابدا، عم نخترع اشياء عادة ما بتجرأ اني احط هول الالوان مع بعض، بس خلينا نشوف صراحة، بعد في 1 2 3 4 5، بعد في لونين بدنا نحطهم. لتحت العين رح استعمل لونين اخضر، كل واحد درجة، بقدر اعمل هذا الشيء؟ لا، بكون عم غش، اوكي، سو بأول العين رح اخذ لون اصفر، نعم رح نحط اصفر فوق هذا الخليط، رح بلش الاصفر بأول العين. لا ما بصدق، كثير مش حلو، وبآخر العين رح استعمل لون اخضر. سو هيدا ميك اب لعيون جدا غريب جدا غريب، يعني ما فينا نقول غير جدا غريب، مش حلو مش بشع كثير غريب. صار الوقت انه نحط ماسكارا، سو خلينا نشوف كم طبقه من الماسكارا رح نحط. جاهزين؟ رح نحط ما رح نحط ماسكارا، ما رح نحط ماسكارا، يعني هو اصلا ميك اب لعيون مش قاطع، الماسكارا كان ممكن انه تقطعه، بس لا نو 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 لا اوكي ما رح نحط ماسكارا. الخطوه اللي بعدها هي نحط باودر برونزر، لانه انا عاده حتى ولو حطيت برونزر ليكويد برجع بحط باودر برونزر فوق. خلينا نشوف كم طبقه من الباودر برونزر رح نحط. انتو بتعرفوا شو يعني صح؟ هيدا الكارد يعني بدنا نعيد نفس الخطوة اللي قبل يلي هي ما رح منحط برونزر. مش معقول الأونو ما عبالها تحط برونزر اليوم، انتهى. انتو ليه عم بتشارعوا؟ ما في برونزر، لازم افهمها، ما في برونزر. شو؟ 6 يا انتو شايفين مناخيري؟ انتو شايفين انه بمناخيري صار في باودر؟ عم بتنشق باودر. anyway 6 طبقات من ليب لاينر. بدنا مبراية على هالحالة، نبري الليب لاينر نجهزه لشو حيصير فيه. اوكي اول طبقة. ثاني طبقة. صراحة ما في شيء عم بيتغير، كل طبقة عم حطها عم يبقى نفس الشيء. هلا صار وقت آخر طبقة. اوكي، لا هيدي الخطوة مش عاطلة، مش عاطلة ما نزعت، عرفتوا؟ الشيء الحلو اللي صاير على وجهي ما نزعته. رح ننتقل هلا لليبستيك، خلينا نشوف كم طبقة من الليبستيك رح نحط. 3 اتس فاين 3 اوكي. عم فكر حط شيء خفيف لانه بتعرفوا الميك اب ناتشرال، فما على بالي اني خليه يصير قوي. سو رح استعمل هيدا الليبستيك، كثير بحبه باي ذا واي، من نارس اسمه امريكان وومن. ام نوت امريكان بس اللون واو. سو اول طبقه شايفين اللون شو حلو هيك على بينك. ثاني طبقه. واخر طبقه. ختامه مسك مع اخر خطوه لليوم يلي هي سيتنج سبراي.
سبراي. كم طبقة من السيتنج سبراي رح نحط؟ ما بدي اشوف، قولوا لي. 3، اوكي 3 از فاين. سو رح استعمل فيكس بلس. نبلش بأول طبقة. 1 2 وآخر طبقة 3. لا يعني عشوي رح ينزل نقط من الوجه، سو مروحة. سو هيدا كان تحدي اليوم، كتير كتير تسليت انا عم بعمل هذا الميك اب. صحيح انه بتعرفوا لو حطينا ماسكارا كان الميك اب طلع كومبليتلي ديفرنت، كان طلع كتير احلى، بس يعني نسبة لشو طلع عليه انا كتير مبسوطة بالنتيجة. وبالنهاية عم نتسلى، عم نلعب بالميك اب، عم نلعب بالالوان، وهيدا اكتر شيء انا بحب اعمله بحياتي. اكتر شيء بحب اعمله اني احط الكاميرا قدامي واقعد اتسلى انا وياكم ونعمل تحديات. سو اذا كنتوا جديد على القناة او اذا كنتوا متابعيني وبعد مش مشتركين بالقناة، اشتركوا بالقناة لانه القناة it's all about fun. نحن هون تنتسلى، نفشفش، نحكي ونعمل ميك اب. اكتبوا لي بالتعليقات اقتراحات عن شو حابين اعمل تحديات جديدة، وانا بشوفكن بفيديو جديد. باي.